بصوره تتماشى مع مصالحها. بنبدا من يا جماعه هناخد يعني زي ما بنقول جهه جهه، هنتكلم عن كل جهه باختصار. هنبدا من الحته اللي من قريب ونمشي بعيد، هنبدا من المجلس العسكري الانتقالي. المجلس العسكري الانتقالي يا جماعه جانا في بدايه الثوره في صوب حمل وديع، وقال انه انتم طبعا يا جماعه خمسه شهور يا جماعه لما كانوا اولادنا واحنا بيتعدى علينا غيات جهاز الامن، اجينا داخلين في يوم 6 ابريل قدامهم حمره عين ورجاله رجاله، جينا داخلين هنا مع احترامنا لكل قوات الشعب المسلحه، لكن الفرق اللي كان في المجلس العسكري كانوا بيقولوا شنو؟ نلتف حول القياده، كان بيقولوا كده القياده اللي يمنوا البشير. الاكبر المجلس العسكري انه ينحاز لاراده الشعب هو الشعب اولا، ثم ضباط وجنود وضباط صف القوات المسلحه. ما بننسى حامد ولا بننسى سامي الشهيد اللي قدم روحه لحمايه الشعب السوداني، ولا بننسى محمد الصديق الرضا بانه يتساق للايقاف وهو عارف انه كان ده حيكون مصيره، لكن شنو؟ قال كلمه الحق في الوقت ذاك. الفرقه كان بيعملوا شنو؟ بده تعليمات، بده تعليمات بانه شنو؟ التفاف حول القياده. في المجلس العسكري الشعب السوداني ما جاهل، عارف القام بالثوره منه، وعارف الانحاز للثوره منه، وعارف كان بيحاول انه الثوره دي ما تتم منه. قوات الشعب المسلحه هي قوات الشعب المسلحه، لكن انت المجلس العسكري في الوقت ذاك بعيده وبكرر ثاني كنت بتلتف حول القياده الفاسده برئاسه المخلوع منه البشير اللي هو شنو؟ مشير. فانا برسل رساله من المنبر ده هنا يا جماعه لاخواننا في المجلس العسكري، والله احنا صراحه بنقول حاجه، احنا بعد يوم 6 ابريل اللي جاي يا جماعه الرتب دي بالنسبه لنا وظيفه ما حاجه ثانيه. احترمت الوظيفه بتاعتك احنا بنحترمك، احترمت الشعب اللي بيدفع مرتبات الموظفين احنا بنحترمك، لكن حاولت تسير على خطى المشير الشعب اللي خلع مشير ما قادر يخلع شنو؟ فريق اول، قادر يخلع دسته بتاعت فريق اول. بنقول وبنعيد احترم الشعب احترمك واحترم سياده الشعب، والبزدريك يا ويلو من غضبك عليه ومن مشيك، يا ويلو من اجر الوشيك. يا جماعه احنا في فرصه تاريخيه للسودان، دي برضه رساله من المجلس العسكري من امامه، لو هو تنازل من عليائه ويتفرج من وحده من الشرفات تحت القياده العامه حيشوف الشعب السوداني بيقول له شو؟ بيقول دي فرصه تاريخيه، سجلوا اسماءكم في التاريخ وانحازوا فعليا للشعب، الشعب اللي عانى وتعب وخلاص اكتفى، اكتفى من الحروب، اكتفى من الفقر، اكتفى من تصور المساعدات اللي هو ما في حوجه لها، ما محتاج لها، اكتفى. دي لحظه تاريخيه لاستعاده سياده السودان. احنا بقى البسوا والمابسوا من المجتمع الخارجي يدخل في الشؤون الداخليه. دي لحظة تاريخية ما تفوتوها يا اخواننا في المجلس العسكري، واحنا لسه بنقول اخواننا، الناس ما وصلت معاكم مرحلة تحت الهتاف، وانتوا عارفين يا جماعة الأخ ابن عوف، بنقول الأخ احنا برضه من باب الاحترام، الهتاف ليه كان شنو؟ يسقط ثاني ما وصلنا معاكم، تسقط ثالث لسه بتتقال بالراحة، لكن جاية بالصورة بتاعت اللف والدوران دي جاية، ما قررت أي موضوع المجلس العسكري، نشوف البعض يا جماعة. البعض دي حاجة مؤسفة. احنا حنقول النقاط دي كلها، احنا هنا المنبر بتاعنا اسمها ثورة وعي. ونذكر الناس اللي انضموا يا دوب انه المخاطرة بتاعتنا اسمها الثورة بعد السقوط. حنقول النقاط دي كلها عشان نشوف انه الوعي بتاعنا بتمثل وين، عشان نتجنب النقاط دي كلها. الجهة الثانية اللي احنا بنعاني من تدخلات او محاولة جادر الثورة بعد المجلس العسكري، احنا قاعدين نقول الانتقال لسه ما انتقلنا، لان نقول الانقلابي بين قوسين. تمام؟ دي شوية بتاعت حسن ظن في المجلس العسكري وتقدير لبعض مجهودات البسيطة في الفترة اللي فاتت اللي احنا لسه ما متأكدين منها، زي احتغال رموز النظام السابق اللي الآن ما شفناهم برضه زي ما بنقول، مع إن حاجة غريبة يعني. طيب الجهة الثانية اللي هم يا جماعة الطفيليين المستفيدين من فنون النظام السابق ده، خليهم ده ما بحقهم، لكن في طفيليين محاولين انهم معلش الصحفيين يا جماعه بتكون بتلاقيهم في الجرايد الايام دي في محاوله لخلق شنو تمجيد للمجلس العسكري، في ناس ما بيقدروا يعيشوا حياتهم بدون ما يمجدوا طاغيه، لازم الواحد يكون عنده طاغيه يعبده الصباح وبالنهار. زي كفار قريش زمان يا جماعه. ما بيقدروا يعبدوا اله.
فعبدوا شنو اصنام قاعد عليهم بيشوفوها. فعندنا صحفيين كتار حاولوا يخربوا الشعب الواعي بتاع الشعب السوداني اللي عنده عزادين. في اول يوم طلع فيه رئيس اللجنه السياسيه عمر زين العابدين كتب مقال قال لله درك يا عمر يا زين العابدين اين كنت؟ قال له كان وين يعني؟ ما قاعد في شغل يعني كان وين يعني حيكون؟ محاول يشكل لنا عمر زين العابدين في صوره بتاع عمر بن الخطاب. ما في كلام زي ده يا جماعه. عمر زين العابدين في زيه 10 واصلا ما نفع معانا وشعروا الحمد لله قصته انتهت خلاص. عمر زين العابدين طوال وين عزيزين انتقل اللي بعده، انتقل للفريق اول حميتي قال له نريد استعاده وطننا الامن مره اخرى. يا جماعه حاولوا اخذوا معايا اللحم بطريقه موثره كده الموضوع ده. ده اللي عند عزيزين بخاطب الناس ليه؟ لانه هو ذاته بيحاول ياثر على الوعي بتاع الناس اللي بيقرا الجرايد، لانه بالنسبه له الوعي مقسم، في ناس في الفيسبوك ده الناس واعيين شديد، بالنسبه لزول بيقرا الجريده ده زول ساي، فهو بيقوم بياثر عليه بالكلام الفارغ ده، ده كلام انتهى يا جماعه. ده كلام انتهى، الشعب ده كله شعب واعي، وانا حاليا قاعد بقول ده متاكد كل زول من الناس اللي واقفين هنا بيغين فيه وبحلل فيه، بيشوفه منطقي ولا ما منطقي، فالنوع زي الهند عز الدين وزي الصحفيين وزي ناس كتار ده بيحاولوا شنو؟ بيحاولوا انه يخلوا المجلس العسكري ده عقبه في مسير الحريه، ليه؟ لانه عارف الحريه والديمقراطيه كان جات الزيو ما بيلقى له مكان يعيش فيه، ليه؟ لانه عايش على شنو؟ عايش على التطبيل، عايش على المحسوبيه، عايش على الفساد. فدي حاجه مؤسفه انك تقدم مصالحك التافهه، بنقول التافهه على مصالح وطن وعلى حريه وطن. ننتهي من المنتفعين نجي للحته الثالثه اللي هي الأسوأ على الاطلاق، لانها في تعاون داخلي مع المحاور يا جماعه. المحاور احنا حاليا بالمناسبه لو لقينا فرقه جابوا لنا هنا قرقاش وزير خارجيه الامارات ولا محمد بن زايد يتفاوض معانا بنكون كسبنا زمن. احنا لنا ثلاثه اسابيع بنعمل في مفاوضات مع المجلس العسكري، لكن احنا بنتفاوض مع المجلس العسكري، بنتفاوض مع السيسي من وراه وبنتفاوض مع محمد بن زايد وبنتفاوض مع جهات كثيره جدا جدا، والشعب السوداني كله عارف الكلام ده. الوعي ما انك تكون قاري ولا انك تكون دخلت ثانوي ولا دكتور ولا مهندس. الوعي موجود في الشعب السوداني، درسوا للمحاور، المحاور دي كلها قاعده تتفرج في الثوره السودانيه ليه 5 شهور، الثوره السودانيه زول ما عارف كان كل يوم بتتصدر الاخبار العالميه يا جماعه، قطر عبره اجاف في كل الصحف العالميه، لانه ما حصل في الدنيا، لا في الثوره الفرنسيه ولا في الثوره اللي قدمنا بها المصريه مع احترامي للشعب المصري، لكن الشعب السوداني اوعى منهم كلهم، المحاور دي محاوله قدر الامكان تتعامل مع السودان على شنو؟ اوصفها لكم بوصف بسيط على انها رقعه جغرافيه فاضيه، ما فيها ناس، احنا كلنا موجودين. بيلعبوا عليها شطرنج، اللي بيفوز بيحقق مصالحه. دي الطريقه بتاعت تعامل الجهات والمحاور الخارجيه مع السودان. اللي هو يا جماعه وطن هم عارفين موقعه، عشان كده حريصين على شنو؟ على يدخلوا يدهم فيه من اجل مصالحهم. الأسوأ من ده كله انه بيعاونوا في الموضوع ده يا جماعه. حنهبش المجلس العسكري ثاني معلش. لازم لكن. لا لازم ضروري. اللي بيعاونوا فيه منو؟ المجلس العسكري. ليه؟ ليه؟ لانه بيفرط في سياده الوطن للمره الالف في تاريخ السودان. احنا منذ الاستغلال حكومه ورا حكومه وجهه ورا جهه. المخلوع يا جماعه مشى لفلاديمير بوتين في روسيا قال له انا بطلب حمايتك، ومشى للصين اللي هم قالوا شيوعيين. يا جماعه احنا ناس مسلمين، مش بيقولوا احنا كلنا هنا دي الناس، احنا مسلمين. مشى للصين لشنو يا جماعه؟ احنا دايرين نكون دوله ذات سياده. لو هم فاهمين الكلام ده، كلمه سياده، سياده انه قرارك يكون بينك وبين شعبك، ما يتحكم فيه السيسي. السيسي مش اتكلم باسمنا في مجلس في الاتحاد الافريقي عشان ياثر على القرار بتاع مجلس الامن والسلم انه الحكومه السلطه تتسلم لمدنيين. السيسي ده كان لو انا في المجلس العسكري دار حافظ على سياده البلد بعمل شنو؟ بعمل شنو؟ بستدعي السفير المصري، لكن ما حصل. ليه؟ لان المجلس العسكري موافق على الكلام ده، داير يكون له عقبه في سكه الديمقراطيه وفي سكه الحريه. وبنقول مره ثانيه يا جماعه، اي عقبه واجهت الثوره الشباب عملوا لها شنو؟ كسحوها. مش هارون كان قال شنو يا جماعه؟ كان قال اكسح امسح ما تجيبوا حي. كش ما دايرين اعباء اداريه، قال احنا دايرين اعباء اداريه، اي زول بيلف في سكتنا ما قاعدين نقتل احنا، لكن بنكسح وبنمسح وبنجيبوا حي ويمشي كوبر ويتحاسب. ايوه بنقول كده والله يا جماعه، اقول لهم بصراحه احنا حاليا في حاله بتاعت شنو؟ بتاعت تشنج. ليه؟ بنتقوى باخواننا، احنا تحولنا لمرحله بسبب انا كل مره بعيد بدماء الشهداء وبصمود المعتقلين، تحولنا لما كنا زي كفار قريش خايفين نترقب تطلع الموكب. والله يا جماعه تكون شايل كمامه من البومبات الجاع، لانه كان لو غضب الكمامه دي تعتبر في المحكمه شنو؟
تعتبر دليل بتاع إدانة. لكن بس احنا مع اخواننا هنا ما قاعدين نخاف اي حي، وزمان ما بنخاف، لكن بس بنقول في عين اي زول. الحاجة الاخيرة يا جماعة الجهة اللي احنا معانين منها اللي هي دي اسوءهم على الاطلاق، فهو النظام السابق. عارفين ده مشكلتهم شنو؟ ده ما يستطيعون العيش في 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 بيئة ديمقراطية وعادلة، لانه حيلقوا شنو؟ حيلقوا ولا اي حاجة. ده من الشارع المحسوبية والفساد طلعته في روسينا. الطلاب اللي اتلقت في البيوت دي كلها ما جابوا بيه شغلهم، جابوا المحسوبية والفساد، فحيقاتلوا لحد اخر قطرة دم عندهم من اجل اعادة انتاج النظام السابق ومن اجل اعادة الديمقراطية والحرية. حيقفوا قدام طموحات الشعب السوداني. فاحنا حنتقلب على كل النقاط اللي فاتت دي كيف يا جماعة؟ بثلاثة حاجات. اول حاجة منهم يا جماعة الصيغة. كل المحاولات تحت الجهات الاربع القنادي في مدخل شنو؟ مدخل تفريد الصف الوطني السوداني بانه شنو؟ اضرب في قوة الحرية والتغيير، اضرب في مصداقية الثوار. اول ايام تذكروا قالوا في ناس بيشربوا بونغو، وقالوا في ناس شيوعيين، وقالوا في كلام فارغ كثير جدا جدا. وين لو مش في قوات نظامية هنا يجيبوا لنا الزول الكعب اللي بيشرب بونغو ده في قانون في السودان يتحاكم يتفتح فيه ولا يجيبوا لنا الزول السيء؟ ما في. وين لو يقول لنا نفر واحد ورونا له الصيغه. يضرب لك في قوة الحرية والتغيير، يضرب لك في تجمع المهنيين، يضرب لك في انه اصلا الشعب السوداني هو عايز في 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 كلام زي ده يطلع انه اصلا احنا دايرين العساكر. وقلت لنا عايزين الجيش؟ لا، احنا جيناكم قلنا لكم يا جيش عندنا مطالب انحاز لها نفذها برفقتنا احنا. ما قلنا عايزين حكم عسكري، ما في زول سوداني وقف هنا قال داير حكم عسكري. فيا جماعة الصيغة فيما بيناتنا هي الضامن الأول، الضامن الأول لتنفيذ مطالبنا ولنجاح ثورتنا. الحاجة الثانية الوعي يا جماعة. الوعي ده أنا بقولك أكدت الناس كلها واعية، لكن بنبه لنقاط بسيطة. الإشاعات في المؤسسات، في الشركات، بين الأفراد، لازم ننظف شو كلمة ننظف دي؟ كل شبر في 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 الأرض بتاعت الوطن من الفكر بتاع الكيزان يا جماعة، الفكر بتاع الخوف. الكلام زمان عاشوا كيف؟ في المؤسسة يخلوك تكون قاعد في مكتبك شايف الغلط وخايف. تمام؟ يخلوك قاعد في الجامعة، أنتوا عارفين نظام الحركة الإسلامية القواعد حقته الطلابية قايمة على شنو؟ حاجة اسمها تغارير. تغارير دي أخوك ياكل معاك في الصحن اكتب فيك تغرير. لقينا ورك هنا في الحيطة الجهادية جامعة الخرطوم، تلقى طالب بيرفع تغرير في طالب بسبب ممكن شنو؟ يشيل ملحق أو يجمد السنة بتاعته. السبب التهمة شنو؟ انه مثلا يا اخي والله حركه شعبيه، او انه والله شيوعي، او انه والله كده. المهم انه هو مؤتمر وطني اللي هي بالنسبه لهم دي كانت الفئه الناجيه. ايوه انتم متخيلين مدى زي ده؟ دي كان ده الديدن بتاعهم كده، كان انه يفرقوا صف الناس. مش بقول لك زمان الانجليز كانوا شغالين بالسياسه بتاعت فرق تسد، ده الاسوء من الانجليز. فاحنا عايزين نستفيد يا جماعه الفتره الجايه دي نصل لحاله بتاعت وعي انه المليونيات اللي استنينا عليها 5 شهور بالدم وبالاعتقال وبالجري في المواقف يا جماعه، لا تدرين بيونات تكون كيف زي الليله. تعرفين بيونات بتاعت الليله الاعلان لها كان 200 اول امبارح، اعلان خفيف جدا جدا. الناس طلعت مواقف وصلت. الاضراب العام، الاضراب العام بيتشكل كيف؟ الاضراب بيتشكل بانه احنا كعمال، احنا كمهنيين شايفين في مشكله حقيقيه بتستوجب الوقوف والاضراب من اجلها. ده زمان كان في زمن الكيزان مستحيل. ليه؟ لانه زي ما حصل طبعا، دي برضه دايره انبهكم عليها. تذكروا قبل اسبوع كان في موكب بتاع قضاه، ده برضه رساله للمجلس العسكري اللي قال عندنا قضاء مستغل حاليا. والله ما اعرف مستغل يعني مستغل كيف يعني؟ هل تعرف انه قضاء اشاركوا في موكب القضاه حاليا بتتم محاسبتهم؟ اترسلت لهم الخطابات شفناها يعني موجود، لو زلنا نتاكد عندنا منها صوره عديله. ده القضاء المستغل؟ لا، احنا دايرين قضاء مستغل فعلا. عشان شنو؟ عشان كل انسان في السودان له الحق انه يضرب عن العمل. ده حق، تعرف انه الدستور بيكفي لك انك تضرب عن العمل. فهنا يا جماعه دي رساله مننا في موضوع الوعي، انه كل زول انت ما تشتغل بس زي ما بيقولوا شنو؟ استقبال. اشتغل رساله واستقبال. الكلام البسيط اللي انت مقتنع به قوله للزول اللي جنبك حتى ولو هو عارفه. انت بتتحاوروا ضد الديمقراطيه والحريه، بتبدا كده يا جماعه بانك تكسر الحاجز ده. ليه؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ لانه لحد الان ما سقطت. للآن ما سقطت. جهاز الأمن قاعد زي ما هو وشغال تحليل، ممكن هسه يكون في زول هنا قاعد مراقبنا. أيوة وبيرفع أيوة. فيه وبصور عشان يخوت اسمنا عشان يجي بعد شارع يعتقلونا ثاني. وما عندنا مانع، ما في مشكلة. لأنه بعد ما يعتقلونا في شباب برا
حيواصلوا الشغل لحد ما واحدة من الاثنين يا جماعة، واحدة من الاثنين. قالوا الشباب قالوا يا سلطة مدنية يا شنو، يا صبة أبدية، وفي رواية أخرى ثورة أبدية. الشعب السوداني الناس كلها راهنت على صبره وراهنت على شنو، على انه بينسى الكذاب. طبعا كانوا متخيلين ان الناس ناسيين اللي عملوه الفتره اللي فاتت كلها، لكن ما في زول نسى يا جماعه، ما في زول نسى. دليل على ده انه حاليا كل زول بدا يطلع الكام موجود ثم الكيزان لينا، الناس مسجلاه. شعب صبور بيستحمل وبينتظر معاك، لكن شنو، بنعيد ثاني. والبزدريب يا ويلو من غضبك عليه ومن مشيك، يا ويلو من اجل الوشيد. ده اللي حصل للكيزان، ما كانوا شايفين الاجل بتاعه لحد ما جاء. فاحنا بنوصيكم يا جماعه بالوعي الوعي الوعي، وبنقول حنبنيه اللي بنحلم به يوماتي، وطن شامخ، وطن عاتي، وطن خير ديمقراطي، وطن مالك زمام امره وتوهي لهيب جمره، وطن غالي نجوم تلالي في العالي. اراده 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 اراده، سياده حريه، مكان الفرد تتقدم، قيادتنا الجماعيه، مكان شنو؟ مكان السجن مستشفى، مكان السجن مستشفى، مكان المنفى كلية، مكان الأسرة وردية، مكان الحسرة أغنية، مكان الطلقة عصفورة، مكان الطلقة عصفورة. شكرا جزيلا. نواصل يا جماعة مع المتحدث حسن أسامة، الدكتور حسن أسامة. طيب السلام عليكم. في البداية نأخذ دقيقة صمت على كل شهداء الحركة الطلابية وكل الشهداء الذين قضوا نحبهم في هذا التغيير من 2013 في سبتمبر وديسمبر 2018، وقرابة وهم قرابة 300 شهيد ديل بس كانوا قاعدين في المواكب، فدايرين دقيقة صمت ودعوات إلى أرواحهم الطاهرة التي لولاها نحن ما كنا حكون واقفين هنا، لولا الشهداء اللي ماتوا في المتاريس والماتوا في بري والماتوا في القضارف والماتوا في عبرة، نحن ما كان حنكون قاعدين في اللحظة دي قدام وزارة الدفاع بنتكلم مع المجلس العسكري. فدقيقة صمت وحداد على شهداء الحركة الثورية السودانية. طيب يا اخواننا، حرية سلام وعدالة والثورة.